دور حماية المستهلك، دور جهاز حماية المستهلك دور مهم جدا، والدور ده بيكمل بمشاركة المواطن معاه. تمام. دايما بنقول كده لما المواطن بيحس فعلا ان الجهاز بيشتغل، ويمكن مع تولي ابراهيم بسجيني رئاسه الجهاز ان شاء الله هنسمع عنه، يعني بيقول واضح الدور اللي كان بيقوم بيه قبل كده ان شاء الله هيرجع يقوم تاني بيه بقوه. يمكن الناس فقدت الجهاز الفتره اللي فاتت حبه كده، لكن ان شاء الله مع وجود ابراهيم بيه هيرجع الدور المهم للجهاز مره اخرى. بنقول الجهاز دوره مهم جدا في ضبط الاسواق والحملات اللي بيعملها، والمواطن عندنا يعني مش محتاج حاجه، هو بالشعور الطبيعي بتاعه بيعرف ان في جهاز بيقوم بدوره، هو بيساعده هو كمان بالابلاغ عن الجهات اللي فيها مخالفه او اللي بتغالي في الاسعار او اللي بتحاول انها تستغل الموقف، بتبلغ الجهاز، بتساعد كمان الجهاز. طبعا الجهاز عنده فروع في معظم المحافظات، فالتنسيق والعمل على ارض الواقع هيجيب نتائج ان شاء الله مبشره وسريعه جدا باذن الله. تمام. برضو عايز يعني حضرتك بخبرتك يا دكتور تدي نصايح للمستهلكين. ليه الناس بتتردد، بتكش، بتخاف، مش عارف حقوقها، مش عارفين ان هم كل ما كانوا اكتر؟ والله هيك على حاجه اتفضل دكتور. اولا احنا عندنا المستهلك المصري بقى عنده تقبل لزياده الاسعار بطريقه غير طبيعيه. يعني مجرد ما واحد حتى يعني عشان يخليه يشتري بسرعه فيقول له ده هيغلى بكره، فهو بيتقبل أي كلام. الفكرة. لا أي كلام. لازم طبعا المواطن مع الجهاز يبقى في وقفة، مفيش زيادة في الأسعار إلا الأسباب حقيقية، في تغير وتحرك حقيقي في حاجة من عناصر التكلفة يتسبب أو تترتب عليها زيادة. ده لازم يبقى جزء أساسي. طبعا مهم جدا أن المواطن يشتري من أماكن معروفة، وأنه يحاول ياخد فاتورته ويطالب بيها ويطالب بحقوقه، وأنه لما يلاقي مخالفة أو استغلال لموقف معين أو استغلال لتوقيت معين يبلغ الجهاز على الطرق الكتيره اللي هو حاططها عشان يقدر الجهاز كمان يرصد المخالفات دي ويقدر ياخد الاجراءات القانونيه اللي قانون 181 نص عليها، والغرامات الكبيره اللي قانون 181 لسنه 2018 نص عليها. طيب دكتور احمد خليني اسال حضرتك، احنا النهارده يمكن بنتكلم على السلع التموينيه والغذاء وهي اكتر حاجه الناس بتتعرض فيها للجشع والاستغلال. طيب اي سلعه في اي بضاعه بيتعامل بيها المواطن المصري، اي سلعه أنا من حقي أتوجه لجهاز حماية المستهلك فيها؟ أي حاجة؟ أي حاجة، أي القانون بيقول أي سلعة أو خدمة، مش بس السلعة أو خدمة، الخدمات زي إيه مثلاً يا دكتور؟ نعم فندم؟ يعني عايزين مثال للخدمات عشان برضو الناس ما عندهاش الثقافة. الخدمات كلها يا فندم، يعني حضرتك مكالمات الموبايل، الخدمات بتاعت الموبايل، الخدمات الإنترنت، خدمات التقديم حتى في الفنادق أو في المطاعم أو في الكافيهات، دي خدمات بتقدم للمواطن. اي خدمه حتى الصنايعي او الفني اللي بيجي بيعمل خدمه في البيت، كل دي خدمات بتقدم للمواطن. جهاز حمايه المستهلك معني بالسلعه والخدمه. طيب حضرتك يمكن برضو اتكلمت على المحلات وعلى الفنادق وعلى الناس اللي بتقدم مراكز الخدمه والصيانه، يعني حتى لو في مراكز الخدمه والصيانه والناس كتير بتقع تحت وطأة بعض المراكز الغير مرخصه، لو انا حسيت بالكلام ده كله برضو ان في يعني اشتغاله منهم كده زي ما بيقولوا، مفروض ان انا ابلغ واقول الكلام ده؟ طبعا، بس لازم برضو في دور على المستهلك مهم جدا ان هو يتحقق ان ده المركز الاصلي. يعني دايما بتروح راحة على الانترنت وبتطلب انها عايزه مركز صيانه الماركه الفلانيه، بيطلع لها المراكز الغير معتمده الاول، او بيطلع المراكز ويخدع فيها ان ليها شورت نمبر او رقم مختصر، بيتصل بيهم على انه الاصلي، وبيطلع طبعا ان هو غير كده خالص. تمام. ففي دور على المستهلك بالاضافه طبعا ابلاغ جهاز حمايه المستهلك. من وجهه نظر حضرتك يا دكتور ان احنا لو نجحنا في الدورين، الناس بقت اكثر ايجابيه وما استسلمتش للاستغلال مع الحملات المكثفه، ده هيظبط الى حد ما الاسواق عندنا، هيحد من الزياده الغير مبرره والاستغلال الغير مبرر واستغلال الظروف اللي المفروض ان احنا كلنا نتكاتف فيها. تمام. استغلال ده هنقلله بنسبه كبيره جدا.